أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي أثرت على المنطقة الشمالية، انتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وأطلت زخات متفرقة من الأمطار. أيضا تأثرت المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات بغيوم ركامية رعدية هطلت على إثرها زخات رعدية من المطر. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور تسود أجواء صافية 23 درجة مئوية ملموسة 23 الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ما بين الجيد والممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، نبدأ بسكاكا أجواء غير مستقرة 38 إلى 25 مع فرصة لزخات من الأمطار، عرعر 40 إلى 24، أما تبوك أيضا فرصة لزخات من الأمطار 36 عفوا إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 29، جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 29، والطائف 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 25 إلى 16، أبها 27 إلى 14، أما جازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 36 إلى 25، حفر الباطن أجواء حارة 39 إلى 23، أما الإحساء 40 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 37 إلى 25، بريدة 37 إلى 24، أما حائل أجواء حارة 36 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا حد الآن، إلى اللقاء.